مشوار طويل للفاينلز، لفينا في المحافظات واستمتعنا فيه معاكم في رحلة بحثنا عن أصحاب الأحلام الكبيرة من كل مكان في مصر. 15 أسبوع شفنا خلالهم مئات الأحلام والشركات والأفكار وقصص ملهمة وأخرى حالمة أحياناً غير واقعية، حاولنا أن احنا نعدل مسارها، وحاولنا قدر المستطاع أننا نقدم إضافة لكل شركة قابلناها سواء كملت معانا أو ما كملتش. حاولنا أيضاً نفتح أبواب الفرص قدر استطاعتنا لكل صاحب حلم يستحق ويكون عنده فكرة وعنده فكرة شركة وابتكار ممكن تحقق حاجة أو تحل مشكلة. خلونا نستعيد أحلى وأهم لحظات محطات الفرصة. الفرصة السنة دي بيلف محافظات مصر عشان يدور على أقوى الشركات الناشئة. من هنا من اسكندرية موجودين النهاردة في المنصورة، احنا النهاردة موجودين في المحطة الثالثة لينا هنا من المنيا عروس الصعيد، وصلنا للقاهرة الكبرى آخر محطة من محطات تصفية برنامج الفرصة. احنا عملنا فكره نابوليا عشان نظهر المنتج الدمياطي الكواليتي العالي في مصر وبره مصر. احنا بنعيد صناعه الحرير الطبيعي في اقمين بعد انقطاع دم اكتر من 46 سنه. ببساطه نقدر نمسك اسلاك الكهرباء والكهرباء شغاله بكل امان. ببساطه اكتر كهرباء ما بتكهربش. مع بعض فرصه. فرصه. حاولت تستخدم البلاتفورم بتاعك انك تتعلم لغه الاشاره؟ ايوه. فتعلمت كام كلمه من نت؟ ايه يا فندم؟ طب عارف يعني ايه بيزنس؟ انا عايز اشوف. لا انا بص انا مش لا. يعني مش دي معناها شكرا. اوكي. فرصه تانية؟ لا هي فرصه تانية بس عشان الموضوع لسه في الاول. كمل ولكن بعتذر لك فرصه تانية. كنت جاي حرفيا فرصه ذهبيه يعني ف فرصه تانية ان شاء الله. شكرا يا دكتور، ميرسي جدا، عجباني جدا طريقه تفكيرك بس انا اسف جدا. فرصه تانية. بس سؤال بس، انت هتشوفي كام واحد زي عمر بعد كده؟ محتاجين الشباب اللي بيتفرجوا على عمر كلهم يبقوا يحاولوا يبقوا زي عمر، واكيد اكيد اكيد في حد هيوصل. شكرا جدا. اديله فرصه. انا هضطر ادي لك فرصه. شكرا جدا. مبروك يا مبروك. انا هدي لك الفرصه الذهبيه لاول مره. برحب بيكم في الحلقة النهائية من التصفيات الأولية في القاهرة ب 25 شركة بس اللي هيكونوا موجودين. بنختار حضرتك ليه من قائمة ال 25؟ جاهز؟ والله قلقانين وجاهزين. قلت لك احنا هنبارك لك هنبارك لك. ما هو طبيعي. المركز الأول. مستمتع والله مستمتع. المركز الثالث مشروع وشركة تيسير. هنبدأ نخش في السسبنس الحقيقي، جاهزين ليه؟ من النهارده معانا 30 شركة هتتنافس على مدار 10 حلقات، نتعرف على المتسابقين. دي معاكي حد النهارده؟ جاية بنتي. يا مامتي مثلي الأعلى عامة، على طول بحسها مش زي أي ست عادية. معايا النهارده أختي. جه على نفسه ووقته وحياته كتير قوي. معايا مامتي. طول عمري بحس إن شيرين دي زي النجمة كده. شايفة إن خالد ما عندوش إعاقة، مفيش حاجة قدامه حاجة اسمها مفيش مستحيل. دي مرحلة تجريب المنتج. أليكسا افتحي النور. بس كان الكيو ار كود في ثانيه. انا اسمي لميس الحديدي، انا اهلاويه وبحب الاهلي جدا. وكنت ادبي. تحكم 67% بس. والله كان في مانجا بره. والله انا لو اعرف ان دي كنت انت عارف مانجا تاخد قلبي. انا منبهر بصراحه، منبهر جدا. انا دايما ببص لواحد عنده باشن وحب وشغف للفكره بتاعته. فخور جدا جدا بيكو. انت فخور بيهم؟ انا مش فخور بيهم. المشروع حلو قوي بس شكله كده مشروع خيري، يعني ده مش مشروع بتاع بيزنس. لا خالص، ده احنا عندنا ريفينيو ستريمز. كنت عايز استفزه. بقول لك ايه، انا مش عاجباني الديزاين ستايل، لا عاجبني الويب سايت ولا عاجبني الالوان بتاعت الويب سايت. يعني حضرتك مش عاجبك المشروع خالص ولا ايه؟ لا مش عاجبني. احنا لسه ما فتحناش المنتج، فاصلا المنتج داخل بشكل
غير قانوني. مين اللي هيفضل معانا ومين اللي هيغادرنا؟ انا التلاته مش عاجبني بجد. لا انا مش هدي صوتي، مش عارف هدي صوتي. للاسف بيت مصر هيغادرنا. عايز لا زعلان عشان بقايا وغش. كانت الخضه كبيره والضغط النفسي فخلانا احنا التلاته نهارنا يعني. تعالي تعالي بس كان صوتي مع جيلاتي، بس انتي بيرفكشنست فانا غيرت صوتي. حاولت جامد جدا وفعلا الاصوات ابتدت تتغير، ولكن في الاخر للاسف النتيجه اتحجبت. حصل ريمونتادا بعد ما كنا 4-0، الجماعة كلهم راحوا الناحية التانية سوبر بي، وأنا الوحيد اللي ما زلت متمسك بعطلانة، إما إن إحنا نحجب الجايزة أو إنك أنت اللي توافق إن سوبر بي هو اللي يكسب. أنا شايف سوبر بي ياخدها. متأكد؟ ظبط معاه، ظبط معاه، نصص معاه الجايزة. 50 اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.